مساء الخير وتحية لكل اللي عم بتابعونا عبر راديو روتانا وعمان تي في. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من تروق، ومساء الخير لروعة. يسعد مساك إلي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكل الأشخاص اللي انضموا لنا بهاللحظات بحلقة جديدة من تروق، موضوع جديد. واليوم هيك أنا وإلي عم نحتفل مع بعض بعيد الصداقة، يوم عيد الصداقة العالمي. ينعاد عليك يا أيها الصديقة العزيزة. يا صديقي ويا عشرة عمري، كن صديقي. مش بتقول مجد الرومي؟ بالضبط. ليس في الأمر انتقاص للرجولة. بس بعد في صداقة حقيقية برأيك؟ في طبعاً في مليان صداقة حقيقية. يعني هلا أنت ونيتك. شوفي هلا لا 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 فعلياً. ايه؟ فعلياً خلال مراحل حياتنا نحن كتير منشوف أصدقاء، كتير من غرب الأصدقاء. صفينا. ايه؟ حطيناهن بهالمصفاية وقلنا تك 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 تك. لا بس صدقاً أنت ونيتك والله. إذا النية اختلفت ببطل في صداقة. شو دخل النية بعض الأحيان؟ أنا بقول لك شو دخل. لا لا لا، بعض الأحيان ما بيكون الأمر راجع لك أنت، بيكون للطرف الآخر للآخر، يعني أنه الصديق بيتخلى عنك. شو دخلك أنت؟ يمكن أنا أفهمه غلط. شوف لأقول لك شغلة، ما تحاول بالصداقة بشكل عام، ما تحاول بالصداقة تطلب مصاري. إيه تخسره على السريع. دغري على السريع. باي باي. هاي هذا حل سحري يعني، ولا الكلور يزيل بيزيل جميع البقع، هذا بيزيل كل انواع الصداقه. اوعى تطلب من صديق مصاري نصيحه. هلا مو هون الفكره. حتى اذا طلب منك حدا مصاري بتخسره، ما عادش بتشوف وجهه. والله يعني شوف، هاي فيها وجهة نظر كتير كبيرة ما فيني عارضك عليها بالمرة، ولكن صداقة بشكل عام يعني ليش عم قلك أنت ونيتك؟ أنت ونيتك إنه أيام الإنسان بيكون هو وهالصديق ماشيين على خط واضح وصريح، بيحبوا بعض، بيكنوا لبعض خير، ولكن بتتغير النفوس، بتتغير النوايا. بس تدخل المرأة، سبحان الله. إيه لا إيه لا، هذا مو كلام وهي مو قاعدة وهذا مو برنامج. إيه لا، زودتها وتخنتها كتير، صارت هالقد قدها. هلا فعليا هلا قد ايه غربلت انت من اصدقاء زوجك؟ والله ما غربلت حدا. لا تعدمني، تعدمني اذا غربلت حدا. لا والله ما دخلني. والله هيدا الانسان ما بحب عشرته، هيدا الانسان ما بتحب تصاد، ما بحب تصاد. اقسم بالله لا 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 لا، شو بدك الحكي؟ بس تدخل المرأة الله وكيلك بتهشله كل شيء في أصدقاء. أنا؟ بالكاد يضل عنده صديق. إيه إذا 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 في حال. ولك خاف الله. شو؟ أنت الزوج أكم من مرة خليت مرتك ما تحكي مع فلانة؟ ولا حد. ما عجبتني فلانة. ولا مرة. مو عجبتني علتانة. ولا مرة. ما تطلعي مع صحباتك، ما تفوتي، وخاصة أول سنة زواج. هيدي موجودة أنا معك. إيه. أنا مين معك. عم بخسر أنا معك. في بعض الرجال مثلا. إيه؟ أنه ما تطلع مع شو؟ مع صحباتك. أنا بس فعليا لا، ما نحكي الواقع. فعليا هلا بتقل، فينا نقول بتقل فترة الصداقة عند الزواج، بتبلش تخف تخف تخف. يمكن يعني بدل بتكون انت عم تطلع مع صديقك يوميا مثلا، تروح تتسلى، تلعب شد. ايه ما تواخذنا، جوزناك مشان تطلع مع رفيقك. ايه كل يوم خمس ساعات وتلعب شدة. واضح واضح هلا، واضح الله ما تواخذنا. ما انا عم بقول لك انا شو بتكون ردة فعله. ضايقناك يعني. انا بتكون شو بتكون ردة فعله. هلا اذا بده يطلع مع اصدقائه فعليا ويقعد بجلسة هو وياهم في وقت معين، بتقول له بتكون محددت له وقت. لا 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 لا، هي مو معك من الساعة صحية. كذا للساعة كذا. ما حدا بيمون على حدا هالايام. شو هالحكي؟ شو هالحكي؟ انت شو هالحكي؟ هذا كلام زمان. انا هيك بسمع، انا هيك وين بسمع. بتسمع هذا؟ سمعك قليل صاير. اذا انا عم غلط هالشيء خبرونا. بدنا يا جماعه الخير، بدنا نتحاور نحن والناس اللي عم تسمعنا. يا جماعه الخير، اليوم عم نحكي عن يوم الصداقه العالمي. شوفوا كيف راح قلب الموضوع لخناقة وطوشة. لا 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 لا، بيقول لك مين بيخترع النكاد؟ الست. مين بيخترع المواضيع اللي بتعمل مشاكل؟ الست. ايه اقسم بالله الصيت إلنا والفعل إلكم. اليوم عم نحكي عن عيد الصداقة العالمي، يعني وجه تحية لصديقك، يعني تذكر صديقك، يعني احكي لنا عن الصداقة. هل تغير شكل الصداقة؟ ما تغير شكل الصداقة؟ مو مين بيخرب الصداقة، الرجل ولا المرأة؟ هلا اذا بدي انا وجه تحيه، عندي كثير اصدقاء انا بدي اوجه لهم تحيه لالهم كلهم. ايه بس انه فيك تميزي بين صديق وصديق، يعني في قريب وفي بعيد. لا في صديق يعني انه حميم لالك، يعني دائما، يعني اذا انتيني. اذا ما سمع صوتك يوميا بينشغل باله.
مثلا. ولكن هلا الصداقه منتشره، والصداقه مع كل انسان فينا نكون اصدقاء، يعني مع كل حدا بنعرفه بنكون اصدقاء عادي، بس الصداقه الحقيقيه المبنية على شخص واحد أو على اثنين ماكسيموم على ثلاثة يا خيتي، ما بدي أقول أكثر، يعني بيمرق بحياتنا بمراحل حياتنا أصدقاء كتير، أصدقاء يعني أنه يوميا غدا وعشاء وطلعات وظهرات وسهرات وإلى ما هنالك، ولكن مع الأيام بيروحوا، شو الواحد بيروح بحال طريقه. لا ما هو الدنيا بتتغير كمان، مش الدنيا. يعني مثلا بمرحلة المدرسة بيكون عندك أصحاب كتير أنت متعلق فيهم وبتحبهم، هلأ لما تروح على الجامعة لا شعوريا كل إنسان بفوت على تخصص معين فبيلاقي مثلا أصحاب بهذا التخصص، بيكون بعد مسافات الجامعات عن بعض، بيضلوا أصحاب ولكن ببطلوا يشوفوا بعض كل يوم، ولكن بيضل في بيناتهم ود ومحبة. ليش؟ مثلا بيخلصوا جامعة بيروحوا على الشغل، الدنيا هيك ظروفها، بيروحوا على الشغل كل إنسان شغله بمحل، ممكن يتغرب، ممكن يسافر، ممكن يشتغل بمكان تاني، ممكن طبيعة عمله مثلا تختلف تماما عن طبيعة عمل، يعني في أيام ظروف الحياة هي اللي بتخليك على تواصل مع أصدقائك عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أكثر ولا أقل، ولكن المحبة بتضلها نفسها. أما في أشخاص بتصير معك مواقف معهم بتضطر أنك تحطهم بالمصفاية وتغربل. قد ايه بقي عندك اصدقاء؟ انا الحمد لله عندي وحده. لا مو وحده الحمد وحدة. لله هلا وحده شقيقه روحي هي لنيران. نحن هذا اللي عم نحكي، هذا شقيق الروح. نحن عم نحكي عن الصداقه الحقيقيه. هذا الصديق، نحن عم نحكي عن الصداقه الحقيقيه مثل ما بيقولوا، الصداقه الحقيقيه هذا اللي عم نحكي عنه، صديقي العتيق. هذا هو. ولكن اليوم بما انه يوم الصداقه العالمي، انتم بوجهه نظركم كيف الصداقه معكم هالايام؟ طمنوني عنها أمانة. اليوم الصداقة العالمي، هل يتبادلوا الهدايا الأصدقاء يعني بهاليوم؟ لا لك صوب الجيبة ما تقرب أنت الثاني. هدية. هدية. مش عم تعطيه أنت مبلغ مادي. هل يتبادلوا الهدايا مثلا؟ بيبعت له مثلا وردة لصديقه على الانستغرام، على التيك توك اليوم بعت له أسد. مساء الخير، يسعد أحلى صديق. أنت أحلى صديق. أنت أحلى صديق من قطر. أنتوا أحلى هدية للمشاهدين البرنامج. الله يسعدك. الله يسعدك الكادر الطيب. أهلا وسهلا. والله موضوعكم الصراحة كبست على أول، كنت حاط إصبع على إني أكون أنا من أول المتصلين. هذا المحتوى اللي بتحكوا الموضوع أسامة، فعليا 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 شو بتعني لك كلمة صديق؟ تعني لك كلمة صديق؟ اي احكي لك يا بالمقلوب، مصلحة. مصلحة؟ لا هلا بالوقت الحاضر لا اريد صداقة، لا اريد الصداقة بدون مصلحة. اول شاب بدك صديقي بده مصلحة معك، يعني بتعتبر هلا كل الصداقة مبنية على المصلحة؟ 90% الحين انا صداقتي مبنية على حاجة واحدة. انا لما احكي معك صداقة الحين بقول لك كلمتين، صداقة الماديات تبعد عنها. ظروفك ما بعرف ايش، انا ما راح اطلب منك شيء، اعزمك تعزمني، هذا بين امور تعايديه ما فيها مشكله. بس حتى صرنا نقنن من العزايم للوضع اللي موجود، مش دائما اصدقاء ودي 24 ساعه مطعم رايح مطعم. صدق لي انا اللي صديق، صدق دائما بقول لي يلا نطلع المطعم، نطلع مطعم، نروح مطعم، نطلع مطعم، نروح مطعم. الصدق بطلت ارد عليه. لما اروح انا يطلب بطلب زياده، لما اروح هو بيعزمني بطلب قليل. نعم يعني صارت حتى العزايم المبلغ طالع نازل، انا بدفع وهو بيدفع اقل، حتى الناس لها نظره. وبعدين الصداقه زي ما بتحكي اخت روعه، تدخل المراه في الصداقه كثير من تدخلاتهم، يعني انت لا تحكي انه ما بتدخل، لا بتدخله. يعني عندما يتزوج برأيك أنت أسامة، عندما يتزوج الرجل بيخسر أصدقائه؟ إيه من سبة المرأة، بيخسر أصدقائه من سبة المرأة، بتقول له كلمتين ما في تعمل له نكد، تعمل له مشاكل في الدار. هذا الكلام واضح وموجود. أنت تزوجت عشان تروح لأصدقائك، أنت تزوج عشان تتأخر لي في الليل الساعة كم تجي لي بس تتحمى وتنام، مش شايف وجه، مش شايف. يعني برضه في مشاكل من سبتها على أنه صداقة. إحنا برضه خلينا نحكي الجد، ما نلوم المرأة كثير عشان تكون إيه محايد، عشان روعة تحكي أنت، لا برضو الراجل لازم برضو يعمل احترام لزوجته. نعم لازم 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 نعمل توازن، إنه توازن إنه بيت أقل أوكي، بس يعني هي أكثر، يعني هي زيادة، يعني ممكن صديقه بتعرفي في عمله
حتى الصديقة في مجال عمله ممكن صديقته حتى بتحتاج، وهذا ليش تحكي معها وليش تطلع معها وليش لا ممكن في شغل مش هيك صح غلط. هيك معك حق، هيك غلط صح، هيك معك أنا بحكي لا أنا بحكي عن جد، يعني المفروض المرأة تكون متساهلة مع زوجها، مش لهالدرجة مش واثقة منه، مش عارفة شو بيعمل إيش بيسوي. المشكلة هون مش قصة مش واثقة منه، حتى بتكون مش واثقة بنفسها. طيب أسامة، هل الرجل كمان ببدل المرأة نفس الشيء، يعني ببعدها عن أصدقائها برأيك؟ لا، إذا أنا كزوجتي في مجال عملها بتقابل رجال، تتعامل مع رجال، عارف أنا مرتي إيش هي، شكرا، واثق من زوجتي. شكرا. ليش بس لا ما عدنا نحن نحكي الأوبر زيادة عن اللزوم، بس المرأة غيرتها أكثر من الرجل. الرجل برضو بثق في زوجته، ما نحكي شيء، برضو أنا بغار على زوجتي بس أنا عارف، بس هي أوبر ممكن تخرب علاقتك مع رجال، في بينك وبينه بيزنس، ممكن تخرب علاقتك مع شخص، ممكن في أمور كثير بيناتكم. هي الزوجة برضو لازم تكون متساهلة متسامحة، مش إنه يعني أضيع يعني وقتي مع صديقي ولا شو اسمه، لا بالعكس أنا من واجبي أوفر لك كل شيء وموجود معاك، بس لا تكون انترس يعني قوية وجبارة في طلباتك في أمورك إنك تمنعيني من العالم والكون الثاني. بس أنا الأساس أستاذ إلي آخر كلمة، المصلحة إذا تبني على المصلحة الصداقة، الصداقة إذا تبني على مصلحة فلوس الصداقة فاشلة وممكن تعمل مشاكل. نعم. يعني إحنا نكون واضحين في الوقت الحالي، والله العظيم أغلب الصداقة مصلحة بدون ما في. وتحيات للمعد البرنامج، تحياتنا لك يا ميت، أهلا وسهلا فيك. شكرا أسامة، أهلا وسهلا فيك. مساء الخير دعاء. مساء الخير يا ميت، أهلا وسهلا. كيفكم أنتم؟ مش أصدقاء، أنتم إخوان وأهل. يا حبيبة قلبي خليكي. الله يسعدكم، والله أنكم غاليين على قلوبنا كل ياسم. يا حبيبة قلبي أهلا وسهلا فيك. الله يسعدكم يا رب. دعاء، يقال أنه كل ما الإنسان كبر بالعمر كل ما قلوا أصدقائه، برأيك هذا الشيء صحيح؟ الصديق اللي الوفي بظل معك طول العمر. أنا إلي صديقة إلها معي 15 سنة على الحلوة وعلى المرة، حتى بعد وفاة أهلي كانت هي اللي جنبي وما زالت. هي بالنسبة إلي بعد رحيل الأم والأب هي صارت مكانهم، هي غطت لي شغلات كثير. ولكن فعليا نحن لما نقول أصدقاء بنكون عم نحكي بالجملة، يعني نحن فعليا بكون عنا صديق واحد، يعني هذا الصديق المقرب. هو فعليا بكون الصديق اللي إلك مثل أخوك وأختك والدنيا، وأحيانا بكون أحسن واحد مش أكثر. مش أكثر. وفي أصدقاء مناح بس لا، في أصدق يعني صديق واحد بكون إلك بمثلك بكل إشي. هذا الصديق هو على الحلوة وعلى المرة وعلى الابتسامة وعلى الدمعة وعلى كل شيء معك. هذا الصديق طفولة؟ لا والله مش صديق طفولة، أنا يعني هي صديقتي إلى 15 سنة، بعد ما هي تزوجت صرت أنا وياها أصدقاء، وهسه يعني أولادها بيعاملوني وكأني أم إلهم. حلو حلو، بيعاملوني كأني أم إلهم. حلو كتير، الله يخليكم يعني لبعض يا رب. يعني أحلى صديقة بحياتي حبيبتي. نحن بقى نشكرك دعاء، أهلا وسهلا فيك يا صديقتي العزيزة. يا صديقي يا روعة. نعم. معنا تلين شوي يا عابل، مستعجل علينا الزلمة، مستعجل علينا. خلص خلينا ناخذ تلين، قطعت له الكلام الحلو اللي كنا مستنيينه. كان بدنا هيك كلمتين حلوة عربون محبة وصداقة. بس اعطيني اياهم كاش عربون. خلص هات العربون، خلي خلص هات العربون. مساء الخير. مساء الورد، كيفك؟ كيفك تلين؟ اهلا وسهلا. كيفك الي؟ الحمد لله، كيفك انت؟ تمام. تفضلي تلين. هلا الصداقه هي الواحد، الانسان ما بقدر يعيش بدون صداقه صراحه. بس اهم شيء انك تختار الصديق الصح، يعني الوقت معك مش انه الصديق عشان اطلع واروح واجي مع الصديق، يعني بكون انا بموقف انه هو يساعدني فيه، يكون جنبي بظهري، هذا هو الصديق. طيب هلا كنا نسمع دائما يعني هالقول اللي بيقول الصديق وقت الضيق، هل بعد في اصدقاء يعني ممكن انه يساعدوك اذا كنت محتاجه؟ اكيد انا بصراحه بس بحب اساعد، يعني بحب انا لما اكون مهاب بحب حدا يساعدني، يعني بيبين الانسان بيبين معدنه، لما انا اسافر انا وصديقتي، لما انا وابي هي تكون ظهري، يعني لما يصير عندي مشكله هي تكون بظهري، هاي هي الصديق، مش الصديق اني بس اطلع واحكي معه. كم صديقه عندك تلين؟ بصراحه واحده. بعد قد ايه غربلتي؟ كثير، يعني انا صارت كثير عندي قصص مع صحباتي
يعني نحن كنا كتار وهاي الصديقة هم كلياتهم اتفقوا عليها وأنا وقفت معها فتركوني أنا كمان معها وفضلين أنا ويا هذا. أوكي. وهن ربحوا. عن جد. عن جد. والله العظيم. نحن بدنا نشكرك تالين، أهلا وسهلا فيكي. مساء الخير. يا مساء الورد. دانيا. كيفكم شو أخباركم يا أصدقائي؟ أهلا وسهلا فيك يا دانيا. هلا كيفك يا إلي كيفك يا روعة؟ أهلا وسهلا صديقتنا عبر السنين دانيا. والله من زمان زمان خشيت عمر عن جد ما بتنتسى. يا حبيبة قلبي أهلا وسهلا فيك يا دانيا. دانيا يا رب. كم صديقة عندك لحد هلأ؟ أنا بعد ما غربلتهم صرت ثلاثة. ممتاز والله بعد عندها ثلاثة رقم هذا بتفوتي حلو. فيه الأولمبياد. هم كانت اثنين بصراحة بس في واحدة من سنة تقريبا قررت تتعرف علي من إذاعة ثانية وأنا أدلت وصرنا أصدقاء. من سنة؟ تقريبا سنة وشوية. تكونت صداقتكم من سنة. لا ما هو أنا جديد، هي صرت تتعرف علي وأنا قبلت وقتها. دانيا يعني. من الأصدقاء الأصدقاء الطفولة فينا نقول أو الأصدقاء القديمين، بقى عندك حدا؟ لا والله ما بقي، لأن أنا سألت من الكويت للإمارات وما خلت حدا بحياتي من ضمن الأصدقاء. ولا حدا يعني هلأ ما في. هلأ أنت عم تكوني من هنا الأصدقاء. أنت عم تكوني هلأ صداقات جديدة يعني. شوف الصداقات اللي عندي هنا التنتين الأوليات اللي حكيت لكم عنهم زمان هذول عرفتهم من هنا من الأردن. يعني تقريبا من شيء 14 سنة و 15 سنة اللي مع بعض، لغاية طلع مع بعض، كل حالاتنا مع بعض، بتسرق بضرب كل إشي مع بعض، الحمد لله. الحمد لله، الله يديم الصحبة والصداقة الحلوة، شكراً يا دانيا، أهلا وسهلا فيك. مساء الخير. مساء النور. كيفك أبو شربون؟ أنا منيح، أنت كيفك؟ مريان الحمد لله على السلامة. يسلم قلبك وعيونك. يا محبوبة الجماهير أنت. يا حبيب قلبي الله يخلي لي إياك ويطول بعمرك. الله يسلم ويرضى عليك ويستر عليك يا رب. آمين يا رب. كرياتك وجودك. آمين يا رب. ولا في أحلى من هالدعوة. شفتي شو أوفي هالأصدقاء. والله أصدقاء أوفياء. والله أنتوا الأصدقاء تبعونا أنتوا الاثنين بس. الله يخليك ويحميك ويطول بعمرك. الصديق عنده صديق زي ما بيقولوا. هيك كنا نسمع دائماً. بس الأيام هذه والله يا أبو شربت ما في واحد صديق إلا إذا بده مصلحة منك. أما أيام الصداقة القديمة هاي راحت. يعني بعد هالعمر الطويل. يعني أنا في الدار عندي كان صداقة. عبد الرحمن. ما شوفت واحد فيه. طيب يعني بعد هالعمر الطويل أنت بتأسف على أصدقاء فقدتهم؟ طبعاً بقول لك بطلت أشوفهم يعني. كانوا يجي عند أصدقاء في المحل وهذا وينهم طيب وينهم يعني كان كلامي صحيح إنه كل ما كبر الإنسان كل ما افتقد للصداقة للأصدقاء. ما عندهم كنا وجوز مع الطفر كمان ولاده بقول لك إيش بدنا فيه مثلا يعني كانوا يجوا حواليك أول الشغل والمال والكذا بس هلا بقول لك مثلا شو بدنا فيه هلا الطفل شو بدنا نروح نسوي عنده مثلا. معك حق للأسف الصداقة كمان على مصلحة. أما أيام زمان كان الصديق صديق، أما اليوم والله إذا ما إله مصلحة عندك بده إياك ما بيعرفك. ما قلت لك إذا ابن عمي خاني إيش أسوي؟ صح نعم للأسف. شكرا لك يا عبد الرحمن أهلا وسهلا فيك. اليوم عم نحتفل نحن وياكم باليوم العالمي للصداقة لنشوف المواقف اللي بتصير بعض الأحيان من الأصدقاء. في مواقف بتصير بعض الأحيان شو بدنا نخبركم لنخبركم بتندمك عنها. إنك عرفته. بتطول بتقول الله يسامح هديك الساعة اللي عرفتك فيها. الله لا يوفق اللي جمعنا مع بعض أنا وإياك واللي عرفنا على بعض. الله لا يسامح. مثل ما ذكرت حضرتك وفي مواقف عكسية. الله يخليه اللي عرفني عليه. في مواقف ما بتنسيها ابدا. طبعا من بعض الاصدقاء ابدا ما بتنسى. في مواقف ما بتنساها من انسان حتى لو هذا الانسان عمل هذا الموقف وراح صحيح غادر هاجر ترك البلد واللي فيها، بس يمكن يكون عامل معك موقف
لو يصير صح. عمرك 70 سنة بتقول أخ بتنسي. بس لو لاقي تعرف في شغلة كمان حلوة عم شوف هلأ بوستات على مواقع التواصل، واحدة بتكون كاتبة إنه أنا في إلي صديقة كنت كتير حبها مثلا أيام بالثانوي كان اسمها كذا كذا، عم حاول دوير عليها على فيسبوك على إنستغرام ما عم لاقيها، فيا جماعة الخير كانت بالمدرسة الفلانية نحن مواليد كذا اللي بيعرفها يوصلني معها. يعني في أشخاص شوف من نحن وصغار ما بننساهم، يعني بيكونوا أصدقاء مدرسة أصدقاء جامعة الدنيا بعدتهم أو نحن انشغلنا أو صار معنا شغلة وبعدنا عنهم وبعدنا درنا نلاقيهم، فبينزلوا بوستات بيقولوا لك يا جماعة الخير في عندي هاي الإنسانة بحبها كتير حدا بيعرفها وين بتشتغل وين ساكنة بأي بلد فياريت لو تجمعوني فيها. تعرف ليش بتدور عليها؟ لأنه بتكون عاملة موقف معها يعني موقف ما بينسى يعني موقف كتير مشرف، أو إلا فلذلك أنه ما بتنسى الصديق أنت اللي فعلياً بيوقف جنبك اللي فعلياً بيشعر فيك، مش الصديق اللي بيغدرك. هلأ غير هيك في أصدقاء بيكونوا كيف بدي أقول لك أصلاً وجودهم كان بأحلى حقبة بحياتك، نعم، اللي هي الجامعة اللي هي المدرسة اللي هي أيام الشباب، فهدول الأصدقاء بيكونوا موجودين بهاي الحقبة. هدول الأصدقاء مش بس أنت بتحن لهذا الصديق، أنت بتحن لهذا الصديق ولهذاك الوقت ولهديك الأيام، ويمكن بتحن لحالك كيف كنت بهذاك الوقت، كرمال هيك بتلاقي حالك متعلق بهذا الصديق قد ما كان وفي. وما فينا ننكر وأنه فعلاً الدنيا هلأ والحياة تغيرت والنفوس تغيرت، فبطلنا نلاقي مثل أيام زمان رفقة. رح نتابع كل حال مع الاتصالات المباشرة على الهواء. مين معنا؟ نجوى. يا نجوى مرحبا. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا فيك. كيف حالك روى؟ الحمد لله سلامة. الله يسلم قلبك. كيف حالك؟ الحمد والشكر. أهلا وسهلا فيك يا بي. شو هذا؟ شو من تفريق الواحد ليحكي معك؟ سامحينا سامحينا. أهلا وسهلا يا روحي. الله انت أهلا وسهلا فيك. كيف حالك؟ الحمد لله. كيفك ست نجوى؟ شو أخبارك؟ مشتاقة والله. كيفكم أنتو؟ الحمد لله. بكرة نازلة على لبنان توصلين على شيء؟ خديني معك. يا ريت تعالي. تحكي قدامي ست نجوى يعني معقول؟ والله خلينا أصدقاء يا ست نجوى، يعني معقول هيك عم تحكي قدامي نازلة بكرة على لبنان يعني؟ مفتوح المطار. فتح خلاص. ممتاز. طيب يا ست نجوى احكي لنا عن اصدقائك. والله احلى اصدقاء معينين انا اصدقائي. شايفه؟ يعني كتار هالاصدقاء. كل اصدقاء معينين انا. يعني صديقه وحده مثلا؟ ايه لا اكتر حتى الاهل مش اصدقاء شوي يعني. غربلتي بحياتك؟ مو غربلتي بحياتك اصدقاء؟ زي نجوى كرم. حطيتيهم بالغربال يعني؟ ست نجوى. ست نجوى ايوه هي مش اكيد كل اوفياء يعني عرفتي. انا بدي اسالك سؤال اكيد. بعد هالمرحله العمريه وبعد هالصداقه الطويله في في حدا في احدى الصديقات يمكن عملت عمل معك هالعمل ما بتقدر تنسيه، شو هو؟ عالجانبين السلبي والإيجابي. أحلى صديقة هي بنتي والله. الله يخلي لك ياها. الله يسلمك ويخليكي وأنت لأمك ولأولادك. الله يسعدك يا ست نجوى. أهلا وسهلا فيكي. نورتينا. تعليقا على كلامك اللي في إنسان ما بتنساه على الحالتين. يا بيكون عامل معك معروف مخليه بالك يمكن ليصير عمرك 90 سنة، يا بيكون عامل معك فصل ناقص بتضلك تدعي عليه العمر كله. انت وحظك بقى. خلينا نتابع كمان مع اتصال جديد. يلا اخلاص مساء الخير. يسعد مساكم. كيفك إلي؟ الحمد لله. كيفك انت اخلاص؟ كيفك حبيبتي روعة؟ الحمد لله. يا اهلا وسهلا. شكرا لك حبيبتي. يعني عصدق كلامكم الموضوع كثير 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 مشوق يعني. يعني طالما انت شو طالما مشوق يعني هالموضوع كم لأنه كم لانه عن جد بتحسي الصحبه مواقف يا روعه. طيب يعني انا بالنسبه لي في موقفين، موقف حلو موقف لهلا ما بنساه، هم جهتين ما بنساهم. يلا خبرينا الموقف الحلو. لانه انا لي صاحبه بس قولي هلا الله يرحمها صابت كانسر، كانت هاي معز اصدقائي. كانت عن جد صديقه مخلصه. نعم. وهلا في عندي بيني تقريبا هذا الحكي تقريبا 7 سنين بشغلي، مع اني والله يا روعه لهلا ما بتروح من بالي يعني بشغلي، ما كنت اتوقع ان هي تكون السوسه تاعتي. زميله عندي تفطر عندي
تشرب قهوة عندي، سر لي سرها أنا سر لها سري. يعني ما كنت أتوقع 1% إن هي تقدر فيه. يعني زميلتي ما كنت شك فيها، بس بتسألي عم بتوسوس وبتخرب على شغلي. أنت زميلتك يعني بعدين اكتشفت من دكتورة تقول لي خلاص أنت 1-2-3 أنت، أنا شك بنفس ثاني طبعا لما إلي هم دخل فيه. لا أنا أنا هلا مظلومة صدقي. قدي هاي الصدمة صعبة، عيني ذكية بس ما شكت فيها. يا الله شو صعبة. طب يعني بالمرة بالمرة ما بقول لك يعني يعني واحد واحد بالمية كان خربت علي شغل صدقي. أيوة. هاي الوحيدة لهلا ما بنسى، عيني بقول لك والله والله كل يوم كل يوم تهدوا علي. خلاص يعني أنت كنت حسبتيها صديقة ولا زميلة بالعمل؟ يعني لا أول شيء كانت زميلة. أيوة. بعدين عن جد صرت من كتر ما دخلت فيي ستعتبروها صديقه لانها يعني كانت كثير قريبه مني. يعني انا بالمره ما شكيت 1% بقول لك انها تغدرني. يعني شوف لو انها تغدرني بشغلي صارت تخرب علي شغلي. يعني شوف بس ربنا الحمد لله معي. يعني بالعكس فزي روعه. هلا اكتشفت اني ثلاث سنين سمعت انا خلص يعني انا انتقلت من مرحله لمرحله يعني من مستشفى لمستشفى. سمعت بعد ثلاث سنين انها هي انطرت. شوف يعني يعني هي كانت تحفر لي حفرة يوقف فيها ربنا يعني عطاها جزاء. الإنسان ربنا معه ما يخاف من حدا عن جد. بس هي والله صعبة صعبة كتير كتير صح. كتير كتير حبيبتي يا ست إخلاص أهلا وسهلا فيكي. مساء الخير هنادي كيفك؟ والله تمام الحمد لله. الحمد لله على سلامتك أم ريان. يا ميت أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي أحلى أخت مش صديقة والله. يسعدك ويخليك يا حبيبتي. الله يسعدك والله أنتي وإلين أحلى أخوان بالدنيا. الله يخليك يا حبيبة قلبي. تسلمي. يا حبيبة هنادي قلبي. هلأ اليوم العالمي للصداقة. إذا بدنا نقول لك نوجه تحية هلأ لصديقة عزيزة على قلبك. شو اسمها؟ والله أنا بدي أوجه تحية أول إشي إلكم. الله يخليك حبيبتي. يعني أنا من متابعين إلكم من سنين حبيبتي. شكرا. والتحية الكبيرة هي إلكم فقط لا غير. أنتوا الأصدقاء، أنتوا اللي بتطرحوا لنا مواضيع بمحلها، أنتوا اللي بترفهوا عنا، أنتوا اللي بتقيموا شغلات كثير بتكون على قلبنا. يا الله شو حلو هالكلام. عن جد لراديو روتانا أنتوا أحلى إشي. يا حبيبة قلبي يا هنادي تحية إلكم ولكل الموجودين عندكم لكل الكادر. نحن بدنا نشكرك. شكرا كثير يا هنادي. هذا كلام يعني ما هي من القلب الكلام طالع لا تفكروا لأنه إحنا من متابعينكم ومنحبكم كثير. الله يخلينا ياكم يا رب. نحن من دونكم ولا إشي. نحن من بدلكم نفس المحبة حبيبتي. شكرا لك يا هنادي. أهلا وسهلا فيكي. شوف هيك ختامها مسك. يعني الحمد لله. يعني شوف ما أحلاها محبة الناس هي أهم شيء لألنا. تعرف شغلة هذا أهم شيء أنا بالنسبة لي هيك. طبعا طبعا أصلا محبة الناس هي اللي بتخليك مكمل. إذا الناس ما بتحبك ما بتكمل. بس تعرف أكتر شيء ممكن يخلي إنسان يخاف منك ويبعد عنك ويتركك ويأذيك ويغار منك ويحرقك لما يشوفك محبوب قدام الناس. لما الإنسان يشوف الناس بتحبك، لما الناس يشوف إنه الناس بتقدرك، الناس بتلتم حواليك، الناس بتحب قعدتك، الناس بتحب روحك. في ناس بيكون في جواتهم سم ما بيقدروا يتحملوا يسمعوا عنك كلمة حلوة. الشجرة المثمرة ما بيقدروا يشوفوك روعة. مبسوط ما بيقدروا. الشجرة المثمرة دائما ترشق بالحجارة. فلازم صح. لازم تاخدي هالقاعدة وتمشي عليها يعني على كل مهم انه ورا ظهرك. المهم انه مثل ما في ناس بيبغضوك في ناس بحبوك. يعني اي والله في ناس في ناس يعني ما فيك تجبر الناس. الناس اجناس مزبوط. على كل هلا بدنا نقول كان موضوعنا نحن عن الصداقه. نعم. فعليا يعني اللي تبين لانه قد ما نجمع اصدقاء بحياتنا بمراحل حياتنا يمكن بيضل عنا صديق او صديقين أو محظوظ اذا كانوا اثنين. عم بقول لك يعني هذه الصداقه الحقيقيه اللي بنحكي عنها وبقية الصداقه بتكون مبنيه على مصلحه او معارف علاقات عامه اتش ار يعني مثلا.